مما قصه الله في القرآن العظيم قصة موسى عليه الصلاة والسلام. كان فرعون أعتى كافر على وجه الأرض، بلغ من الكفر أنه ادعى الربوبية، فقال لقومه: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فصدقه قومه من جماعته من القبط، وتجبروا على بني إسرائيل ذرية الأنبياء. ولما بلغ فرعون أن غلاما يبعث من بني إسرائيل ويكون هلاك فرعون على يده، جعل يتتبع الحوامل من نساء بني إسرائيل، فإن ولدت ذكرا قتله، وإن ولدت أنثى أبقاها للخدمة في بيوت آل فرعون، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ولكن الحذر لن ينجي من القدر.